والله تونس الليل بصراحه اجمل من تونس النهار بصراحه. تونس الليل في الاضواء ساعه تسحر، في نفس الوقت حتى الطبيعه الناس اللي موجودين في الليل مش موجودين في النهار، يعني خاصه نحكي على شارع بورقيبه بالنسبه لي انا، معناها تحس معناها كيما يقولوا فيها جو خاص جدا، وحتى الكراهه بتقل معناها، وان بلوس يعني تحس روحك معناها تحوس في معناها وانت مرتاح، ذهنك مرتاح معناها. الليل يمثل بالنسبه لي الكل، لانه معناها سي لسباس او معناها جو متروف، نلقى روحي في الليل. تونس الليل تونس حلوه، بلادنا من احسن. انا زرت ياسر بلدان عربيه وبلدان اوروبيه، وبصراحه من احسن البلدان تونس، فيها الانسان يحس روحه في امان وعايش في امان، ويصير ويخرج وقت اللي يحب. واحد تنجمش تعيش في الليل وانت هكا تيبوج اليز ودور من بلاصه لبلاصه، فهمت؟ مي هكا فهمتني لوكاليزي في لي زون دووا اللي قرب من دارك وقرب من صحابك واحبابك والعباد الكل تعرف بعضها. انا نصر وانا من عشاق الليل ونحب السهر ونحب الليل. انا شنو تلقى مميز في الليل على النهار؟ تحس في روحك كالم، البلاد رايده، البلاد رايده، تتمتع بها البلاد. في الليل تتمتع بالبلاد. قلت يعني مخك يرتاح. مخك يرتاح وتخرج تعمل دورة تتفرهد، وكما أنا وصحابي معني نخرج كلين نتفرهد ونعمل دورة ونروح نبدأ مرتاحين. قبل السوبر ساختا مومون ينجم واحد يمشي ويصهر ويخرج وفهمت، ويمشي شاك فوا الفلان معناها فهمت، يتحرك من بلاصه لبلاصه، مي صافي معناها ان بون مومون اللي واحد ما ينجمش مثلا بار اكزومبل سو دي بلاس في تونس اليز. اهلا بك. اهلا وسهلا. الله يعينك. الله يعينك. معك برنامج ناس الليل، كنت تحكينا على خدمه الليل. باهي خدمه الليل. باهي برشا. والحمد لله. وفيها مسوار يعني؟ لا بالطبيعه كم جاش في مسوار ما نخدمش فيها. اي لا لا بس الحمد لله. تعرض لبركاجات ولا؟ تعرضت مره في حياتي كهو. كيف صار بركاج؟ في حمام رميم. كهو نحاول وقتها 570. كجا واحد يمكن نسلك كما زوز. يعني انت تعرضت لبركاج ومازلت تخدم بالليل؟ هذاك قسمي. يا ربي كاتب لي باش نموت ونموت على يدي. يا ربي كاتب لي الحياه انا عايش الحمد لله. بالنسبه لك انت كشاب تونسي يعني أي. كيفاش تشوف سهر الليل؟ برشا برد بالليل. واحد توحش الدار، بس توحش نومه في الفرش حاجات هكا. علي عندك برشا مرقدش ظاهر فيك؟ اي قديش؟ مصبح عند نارين. نارين مصبح؟ اي مرقدت الجمله. مرقدت الجمله ظاهر فيك عشق الليل. لا لا والله لا، كيف نقولوا لضروره احكام. ثم ليل من الليل معناتها، ثم سهريه منا في الشمال وثم سهريه في الجنوب. ثم سهرية في جبل الأحمر وكل قدير وقدره. ثم وانت سهرية سونتر فيلتر؟ لا بون سهر على قدي ما نتاع سواقر وش اسمه اكسبريس في دورة من الدورات وخرجت صالك. البارح صبحت مع صحابي في المساح البلدي حتى شي 6 نتاع الصباح، ومن بعد مشينا فطرنا ومن بعد مشينا كل واحد روح، والتويكه ما زلت ما رقدتش. قداش عندك ما رقدتش؟ بيتي الليلة فانية مصبحة جمانفو. عليها مصبحة انت؟ هكا نحب حسيتها تونس فيها ألوم هكا حاجة فويت بالرسمي. أغزرة هاي لي لقطة هذي عادة هاي أقوى لقطة هاي سواء ما نعملش لقطة في ودن دونك نعملهم في شعري. أسمعني شو بش نعمل لك لقطة لحبة بقى يوي فاكين جام ستايل. جنوبية مانايو ناس الليل مانايو شاشياتي بامبارا شاشياتي بامبارا جنوبية مانايو تونس مانايو شاشياتي بامبارا جنوبية مانايو ناس الليل بامبارا جنوبية مانايو ناس الليل بامبارا جنوبية مانايو شاشياتي بامبارا جنوبية مانايو جنوبية مانايو جنوبية مانايو ناس الليل بامبارا. هذا ماك سهارة مير؟ ها؟ هذا ماك بنيت ماشي نسهروا؟ هذا ماك ليونيت عندي خو ديما تهزهم؟ ديما نهزهم بالتليفون كلموك؟ بالتليفون وين تهزهم طيب وش تهزهم؟
تو خويا زعما قمر ديسكو غادي والله سمعت شي زعما ديسكوتيك بالطبيعه وي صاري شنو هي غاديك فما شو سنه فيك ولا ماشي وحدك؟ ماشي انا وقتي كيفاش تشوفوا الجو في الليل في تونس؟ صاري في الليل باهي صافا الجو باهي صافا الحمد لله احنا ديما نعيشوا بالليل نعيشوا كان بالليل ماذا بينا نعيشوا بالليل خير باش الصباح ما نقابلوا حتى واحد عرفتها يعني في الليل عشت الليل وحدها معناها عشت الليل باهي معناها تبعد على الجوج ما تبعد على برشا ريسك وبرشا حاجه تقول انت باقا المشاكل هكا ولا؟ بالطبيعه في واحد كالعصفور يطير من بلاصه لبلاصه ماذا بيا ديما يتهرب من العباد هذا خويا نعطيك تاش بالليل خير من اللي راح احنا توا علاش هنا لهنا خاطر حوامنا ما عادش نجمو نقعدوا فيها انت طفل نظيف قاعد في حومتك تحت داركم تهز قضيه نتاع ولد حومتك ولا نتاع واحد اخر بس انا نسكن في حي تضامن معناها انت تبدا قاعد قدام داركم خاطرك انت بطاقه تعريف ولا تخرج اي بلاصه اخرى خاطر انت من حي تضامن ولا كباريه ولا جبل ولا حي اهليه تبدا قاعد تحت ولا اي حومه شعبيه اخرى في تونس تبدا قاعد تحت داركم ولا في بلاصه كذا تعدي اخويا هزوك بخاطر انت تسكن في البلاصه هذيك معناها في بينهم العباد الكل كيف كيف في البلاصه هذيك فما عباد زادت لذت باش تعمل برشا زيان مش هو تولد ضابط من كرشم ويحب يعمل هكا فما برشا حاجات زاد اثرت عليا باش يعمل اي والله ننصح العباد الكل تعيش بالليل خير والله ننصح برشا عباد تعيش بالليل خير ايش بالليل محليك تبدا طايرك عرفتها ترونكي لا ليس في راسك ستار على اخويا محليك عرفتها تبدا عامل بونكير في النهار برشا جوج من برشا كراب برشا حس برشا مشاكل برشا شوش راه غداش هكا واحد هكا بالليل عرفتها يعني انتم كل مره في بلاصه ولا ديما في بلاصه هذه اللي نتنقلوا احنا كل عسافر ديما نطيروا من بلاصه لبلاصه وان شاء الله على قريب باش نهاجروا جمله من البلاد هذيا باش نخليوها عرفتها خليهم هما هم يحبوا عليها البلاد يجروا عليها يعني مبرمج سيد قول انت ان شاء الله يا ربي ولا على قريب ان شاء الله تولد ركبت لك بدياتنا حاجه اساسيه تولد اي انسان دور في الاحوام الشعبيه الكل تقول له شنيا انت بروجرامك ويقول لك نقلب من البلاد ما عنده حتى حل اخر في حياتك حتى حل باي طريقه انت تحب عليها ما عنده حتى حل كبر يلقى ود حومته يمابط في الكراب الاخر يلبس الاخر ملبس سمو الذهب الاخر ملبس سمو الحرير وانت قاعد في كواش انا علاش نعمل في الانيماسيون